تنفيذ عملي حاول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونجله ولي العهد الأمير الحسين أن يجعلاه الحدث أمام عدسات الكاميرات الموجودة بالمكان ليدافع عن سيارتهما الخاصة. فبدأ الملك عبد الله الثاني بالانطلاقة الأولى ليترجل من السيارة حتى يدافع عن نجله بداخلها، لكن سرعان ما لحق به ولي العهد حتى يحمي ملك الأردن من الخطر البالغ. فما القصة؟ استقل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله برفقة الملك عبد الله الثاني السيارة الخاصة بهما للذهاب إلى مكان يجريان فيه مأمورية يجسدان من خلالها الحدث أمام عدسات الكاميرات. وفجأة ودون سابق إنذار يقف ولي العهد بالسيارة ليترجل منها الملك مسرعا تجاه جدار للاختباء خلفه حتى يواجه الخطر البالغ الذي توقفت السيارة بسببه. لكن ولي العهد بعدما ترجل والده من السيارة بروحه الفدائية للدفاع عن نجله والسيارة، فانبرى هو الآخر لحماية والده في سباق بين الاثنين لحماية الآخر. فإذا بالعاهل الأردني يبدأ في تجسيد حدث ربما يكون فريدا من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية مع ولي العهد في عرض عسكري، ليتجه الملك إلى حائط ليختبئ خلفه حتى يلحق به الأمير الحسين. تعامل مع الأهداف ورمي، كان ذلك هو المشهد المبدئي الذي جسده الملك، حتى بدأ يتحرك ولي العهد ليرمي هو الآخر تجاه الأهداف التي ربما ستواجه والده. واستمرارا لبراعة المشهد في الصورة المبدعة التي يرسمها ملك ونجله في الرماية، فإذا بولي العهد يربط على كتف والده بأن تحرك في هذا الاتجاه وهو سيأخذ الاتجاه المعاكس. لكن المفاجأة كانت فيما فعله أبو الحسين حينما عاد إلى السيارة بعد تغطية عودة نجله، فإذا به يأمر الحسين بقيادة السيارة ويفتح هو الباب الملاصق له ويضع قدمه اليمنى على الباب حتى يظل مفتوحا. ففي مشهد مذهل كما عبر عنه بعض المتابعين للفيديو الذي لم تتخطى مدته 3 دقائق، فانهالت التعليقات على هذه الواقعة التي جسد بطولتها الملك وولي العهد. فإذا ببعض المعلقين يدعون بالحماية لهما، الله يحميكم يا رب ويرفع فيكم راية الإسلام. بل واصل المعلقين تعليقاتهم بأن ولي العهد الأردني يملك الشجاعة والإقدام على تجسيد تلك الأحداث الصعبة من والده الملك عبد الله، هذا الشبل من ذاك الأسد. فبالعودة إلى بعض تصريحات الملكة رانيا العبد الله بحفل حناء رجوة آل سيف قرينة ولي العهد الأمير الحسين، نجد أنها أيضا أشادت بجرأة نجلها وإقدامه واستعداده لأي مهمة مثلما طلب جده الحسين بن طلال. لكن يبقى رأيكم في هذا المشهد الذي يجسده ملك ونجله للدفاع عن بعضهما، فماذا قرأتم منه؟